قدام وكان تحكي لنا على الحالة الصحية متاع الياس بن صالح دو. والله الحمد لله اش تعرف، هو مريض ودبي من 2006 يعني مريض، مرض هذه ليس لا مرض عصاب، فودير مرض عصاب، يعني فقد التوازن نتاعو، مابقاش يجم يمشي، مابقاش يرزن، سقي دو بليزون بليس يديه، حتى وصل توا في الوقت الحاضر يتنفس، معناها تنفس باللزوم، معناها يلزمو الاكسجين، الكلام مابقاش يجم، مابقاش قادر على الكلام مره واحده بالإشارات، وكان نحكي معاه هنا نفهمه بحكم بعينيه يعمل هكا براسه وإتسيترا، في الكلام زيادة فقد معناه مرة واحدة، والماكلة الأكل قاش نجم. الطبيب شنو قال بالضبط؟ سي هو يباشر فيه في الرابطة دكتور فيصل الهنتاتي ومشكور بارك الله فيه، قال كي يلزموا معناه يلزموا دواه، نقول له انا ساعتي سي فيصل تاعو وما يتكلمش ما يتحركش، الويه الدواء وغالي ثمين، معني ما قلكش الثمن تاعو برشا، يقول لي كي مش الدواء راهو ما تنجمش حتى تفرع وصل، معني تنجمش تهزوه وتقيموه، يقول لي راهو كي قد ستبل الحمد لله. من جوارات القدم اللي مازالوا يجيو ويطلوا عليه سي مختار، سي مختار ذويب هو اللي منضبط الفودير الحمد لله، معني وبارك الله فيه، حافظ خوهم بقيت الاخرين يسألوا عليه، طلوا كتواتي هكا في عيد في مرة في العام، ما مش ديما خاطر بحكم عندهم الحق خدمتهم، وهذا مريض إنسان ما هوش مرض اليوم مش يبرا هكا مرضه هكا وحياته متواصلة ديما هكا. اللي زونسيان جوار يطلوا عليه ماديا ومعنويا ولا لا 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 يطلوا على الأول كيف سمعوا به، فما ناس حتى تجي مش خاطر باش تحب تزوره، باش تحب تشوف اللي شنو اللي اسم بن صالح، سمعوا عليه مريض شنو هي دونكيليتا، هو حبوا يشوفوه جايو بار كيوريوزيتي بي بار لا سويت نجوش. يقول لي بعد دموع الياس بن صالح الواحد ما عادش عنده يقول. والله ياك شفت معناتها وقت تشوف الياس بن صالح في الظروف هذه حقيقة، معناتها الواحد بدنه كامل يقشعر ويشوف كيفاش أيام زمان، أيام العز متاع الياس بن صالح، وقت تقول الياس بن صالح تقول اللياقة البدنية، تقول الأخلاق، تقول الانضباط، تقول الاستقامة، الياس بن صالح معناتها عطاه للكرة التونسية وعطاه للنادي الرياضي الصفاقسي بدون حساب. الياس بن صالح معناتها قد ما نحكي عليه تحب لي وقت كبير ياس وديما شويه خاطر سي مختار، وكان نسترجع الذكريات اللي كانت قبل المرض نتاع الياس، شنو تتذكر الذكريات مع الياس بن صالح؟ والله الياس بن صالح كانت تربطني بيه علاقه اخويه حميميه، وكان ولد حومتي معناتها ولد البلاد العربي، وكان معناتها يتسمى معناتها كان ما بجنبي ينسج الخطه الدفاعيه اللي هو مدافع معناتها قلب دفاع، وكنت ديما نوجه فيه وننصح فيه، وحقيقه كان مثال يحتذى به، وكان معناتها الياس بن صالح مدافع معناتها حصين اللي معناتها يقلل من خطورات الهجوم تاع الفريق المنافس. وبكل امانه معناتها النادي الصفاقسي معناتها من القليل القليل باش انتج معناتها نوعيه الياس بن صالح اللي كان يعطي معناتها 90 دقيقه عطاء غزير بدون معناتها تخاذل. الياس بن صالح وقت اللي معناتها زففت الحكم كيما يزفر الحكم من البدايه لاخر لحظه للنهايه، الياس بن صالح يعطي بدون معناتها انقطاع، ولذلك علاش معناتها حقيقه اذا كان تشوفوا الياس بن صالح في الحاله هذه راهو تعرف الاحباء النادي الرياضي الصفاقسي واللي عاشوا فتره الياس بن صالح لتو يتذكروا الياس بن صالح، والياس بن صالح يقعد ديما في القلب على خاطر شاطر الرياضه التونسيه معناتها النادي الرياضي الصفاقسي بكل صدق وبدون تخاذل، ولذلك نتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله. يظل لي علاقة كبيرة وصديقة متينة مع الياس بن صالح. الياس بن صالح بيصير 10-30 سنة، مش بالسهل باش الواحد ينسى خوه،
الياس مش هو فقط انه انا عشرته او عرفته منذ 30 سنه كلاعب، وعرفته كزميل في العمل، وعرفته بالسخاء نتاعو فوق الميدان، وعرفته بالسخاء نتاعو زاد في العمل، اللي هو انا ربطتني به جمعتني به ذكريات كبيره ياسر وطيده، سواء خاصه انه تعزمت الايام انه خدمنا في نفس السيرفيس في البنك، وكانت لي ذكريات عزيزه مع اخويا كما يحلو لي انه ناديه الرئيس، الرئيس ولي وصديقي نعيط له من بعيد دوما ندخل المنزل نتاعو برسك كل جمعه نكون نجي لنواسيه، خاطر هو بيدو يفرح لوجودي بحذاه، كيف كيف معناتها كان نغيب عليه هو يبدا يسال عليا، بالعكس هو يقلق مرته يقول لها خالد اطلب خالد راهو لابد مريض، ما جانيش لابد مريض. لهذا الياس صعيب ياسر نسيانه، صعيب ياسر نسيانه هذا الشيء. وشو احسن اللحظات اللي عشتها مع الياس بن صالح؟ والله اللحظات ماني قلت لك ذكريات عديده بصراحه، ذكريات عديده من اهم ذكرياتي في العمل بصراحه، اللي عاشرته قرابه 15 سنه في نفس السيرفيس معاه، ذكريات عديده حلوه ما تتنساش بالكل. هو بيدو معناتها وين تجمعني به الصدفه ونشوفوا بعضنا، الا ما الضحك على محياه معناتها يتذكر الذكريات الحلوه، قوموا كان نضحكوا خاطر ذكريات لا تنسى. وبين الذكريات الحلوه فما صعوبات مع بعد مرض الياس بن صالح. الصعوبات هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. الانسان يكون مؤمن هذا ابتلاء، الواحد هذا قدره ربي على غلب معناتها ربي هذاك شاطاه. الياس اللي نحب نقوله انه الياس مع المرض نتاعو من 2006 وكبته وعشت معه من اول لحظه حس بالمرض نتاعو، كان هو يقول لي هو معناتها باح لي بالمرض نتاعو وقال لي يا خالد انا نحس روحي انورمال، خاطر كنا نتعطاو بعض ساعات في كره القدم مع بعضنا في سبوري ترافاي. الياس كنت نحثه على المجيد لتعاطي الكره وكل، لكن لوندو ما يجيني يقول لي خالد بعدني على الكره، راني في الليل نعيش تعبان ونحس بعذاب كبير ياسر. من هنا حسيت بيه انه ثم حاجه للياس قاعده تقلق فيه، هذا هو اللي ألمني، هذا هو اللي خلانا معناتها الغالب هو بيدو عرف انه ابتلاء من الله. بعد ساعه توا سامحني ما بقاش يجم حتى القدره على الكلام والقدره على الحركه والكل، لكن من نظراته نفهم انه ايمانه قوي بالله ويرفع عينيه الى السماء ويقول لي كو من عند ربي العمل على ربي. هذا ابتلاء من عند ربي معناتها الياس، معناتها حتى كي سالت الطبيب نتاعو الخاص قال لي راهو مرض من الامراض نتاعو ناتج على مرض يجي معناتها لكل انسان، معناتها ماهوش تابع رياضه ولا حاجه، ماهوش خاطر سالت انا قلت برشي خاطر كان العطاء نتاعو غزير وواحد وكل شيء وملاعب يعطي بغير مقابل. الياس وقفوا معاه ياسر الناس، وقفت معاه الجمعية نتاعو النادي الصفاقسي، رؤساء القدامى، لاعبين القدامى، الأحباء، مهما معناتها مهما شخص يعرف الياس وقف معاه. سي لطفي ظلي لعبت قبل مع الياس بن صالح ولعبت ضده، شنو الذكريات اللي مازلت تذكرها مع الياس بن صالح؟ الياس يتعب في التيران، معناتها ما فماش اتاكون ما يقرالوش الف حساب، والياس بارتيات كل لعبتهم معاه بون صحاب وقدام في اللعبه كل حد، اما تبارك الله عليه عمل فينا فهمت، مش كان انا الناس كل تشوف تسمع على الخويني تسمع على ليزاتاكون الكل، والياس معروف معناتها انه في اللعبه معناتها راهو صعيب برشا باش تنجم تطلع معاه بالراس ولا تنجم تطلع معاه معناتها في الكتف الكتف، ما شاء الله عليه كان ملابي من احسن المدافعين في تونس. كان شنو الطريف اللي حصلت وسط الميدان وشنو تذكر قبل؟ الياس نتذكر انا الحبيب القاسمي نلعب انا في كلوب افريكان، وجا يجيني يقول لي اخويا تعرف كيفاش برمشي الياس انا مشيلوش فهمت،
قد شمرة يعمل هالي يقول لي ولدي تبيك برا مشي أنا هاني مشيت أنا على اليسار مشي أنت على اليمين يقول لي لا يا أخوي مشي أنت للياس أنا ما نمشيش فهمت كان كاسح كاسح في اللعب أنت هو مصعب وقت لعبت ضده ولا وقت لعبت معه لا وقت لعبت معه معنى بعض على بعضنا شوية ما يسكتش في اللعبة دي ما عيط يحب من معنى الديفونسوريات اللي ما يحبش يخسر هو عندك هو وحافظ هو الزوز هذا ما يحبوش الخسارة تسمع فيه ما عيطوا ما يسكتوش المهم يربح الماتش وآخر مقابلة لعبتها مع الياس تذكر ايش معهم وضد شكور مع الياس آخر ماتش ضد بيجا في صفاقس ربحنا 2-0 كوفران ماركيت كوفران ديريكت ومن وقت أنا خرجت البرة وما كملوا في صفاقس بحتو الياس بحذيك شنو تحب تقوله الياس ربي يفرج عليه واليوم كنت نتمنى لي معناتها أنا من اللوكال جابوني ديريكت في باليش بالميسيون هذية وكنت ديما نجي للياس ولي اي واحد يجي يقول لي لطفي نمشي ونمشي معاه ما عنديش حتى قلق اما وقت اللي نشوف صاحبي هكا انا قلبي وجعني ماذا بيا نشوفه اما هكا ما نجمش نشوفه بعد مرض الياس بن صالح عندك شي رساله للاحباء ولا المسؤولين نادي رياضي سفيقس تحب توجهها في المجال هذايا اللي نحب نقوله الأحباء ما نساواش الأحباء والجمهور نتاعو انا يعرفوني صديق ومواكب ياسر وانا معاشر ويقولوا لي معناتها كل واحد الصغير والكبير يسال علي لكن اني ربما ثم لوم كبير ياسر للعائله الرياضيه بصراحه نشوف الاصدقاء نتاعو بصراحه قالوا لاعبيه قدماء كيسي مختار دوي بارك الله فيه العمل الجبار اللي قايم به كيف خوه سي حافظ بن صالح كيف ماذا بيه ما تسميه خط الأسامي كثيرة وعديدة لكن اللي نلومه هي المسؤولين مسؤولين بصراحة مقصرين وهذه الجلسة هذه اليوم اللي نعيشوها إلا الدليل على ذلك مقصرين أنا الدعوة اللي سلطت في عبد النظر إلى الهيئة المديرة بالنادي الرياضي الصفاقسي بصراحة أكثر لفتة لخونا الياس خطر الياس هو ما نساهمش لكن هما أنا نعتقد أنه نساوى أنا والله نطلب من اللي هو الياس اللي وقت اللي أنا ولدت ولدي تولي 18 ولدت وليد مش أسميه طارق وأنا سميته طيب ليه سميه قال لي أنا سميته وخاطر نحب سي طارق ذياب إبا أنا توا بالمناسبة مدام سي طارق هو معناها وزير وربي عينه وزير في الشباب والرياضة ماذا به أنا يتصل محاشي في حد شيء قلت لي مش يعطيوني إعانة مدية لا يعينوني بالنسبة للكلام باش يعطيوا حقه حبيت أنا حاجة نوصل للمسؤولين الكل متاع تونس متاع الكوارجية ورؤساء النوادي وكل اللي ما أنت رأوا أي ملاعبية رأوا تجم تصير عليها حوايج كيما هكا يتلفتوا شوية للملاعبية اللي القدم واليوم كنت نتمنى اللي ما أنت مسؤولين نادي صفاقس يكونوا موجودين خاطر مش كيما يجي واحد من نادي صفاقس ما يعرفش ملاعبية وما يعرفش الياس ما يجمش يحكي عليه كيما يجي معناتها مسؤول يعرف كرة وقديم ويعرف الياس ويعرف تاريخ الياس معناتها باش على الاقل العباد تعرف الصغار تعرف الياس وتعرف اللي معناتها شنو اللي عمل الياس وشنو هي الكره كيفاش كانت الياس بن صالح معناتها الجماهير الرياضيه كل تحب الياس بن صالح وديما في كل مناسبه وفي كل لقاء تلقى الاحباء يوقفوا لي ويسالوا على صحته ويطمنوا على صحه الياس بن صالح على خاطر الياس بن صالح معناتها ما يتنساش بكل